اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. نورت سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا سيدي. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. هي هلا موجودة؟ اتفضل. استاذة هلا فوق. صباح الفل على احلى لولو في الدنيا. في يو. ثانك يو. حلو قوي. عاملة ايه كده؟ تمام. مالك؟ مفيش. ياسين ما بيردش عليا من ساعة اللي حصل ده. معلش هو مشغول اليومين دول. ألفي مدام ماجدة جيت تطمن عليا النهاردة. أهلا بيك. ميرسي خالص مدام ماجدة. مش محتاجة أفكرك، لو محتاجة أي حاجة أي حاجة أنا مكان منصور بيه. Thank you very much. Merci خالص. Merci. الجرايد يا فندم اللي حضرتك طلبتها. شكرا يا فاروق. فريد ابو العيله وصل المعمل؟ لا لسه يا فندم. تحب حضرتك نكلمه؟ لا 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 مفيش مشكله انا هكلمه، بس انا عايزك تكلم مكتب حسين علام وتحدد لي ميعاد معاه ضروري. تحت امرك يا فندم. بعد اذنك. اتفضل. عايزك تفكري في موضوع المستشفى تاني. انت عارفه صحتك غالي عليا قد ايه. مستشفى ايه؟ اخوك وراح مني وانا زي ما انت شايف لا حول ليا ولا قوه. ماما الزعل ده والقعده كده مش هترجع احمد تاني. انت عارفه ان هو لو كان مكاني ما كانش سابك ابدا. فعلا ما كانش سابني ابدا، طول عمره كان حنين عليا. بعدين يا ماما هفضل لحد انت بالنسبه لك اللي ملوش لازمه واللي ما بيعرفش يعمل اي حاجه. تفضلي انت تعنيني كاني ولا ابنك ولا تعرفيني. يا ريتني كنت انا اللي مت بدل احمد. ما تشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. ده انت ابني وحبيبي، ده انت حته مني. انا بس اللي بيزعلني منك انك بتكتب في نفسك وما بتتكلمش. انا كل اللي عايز تشوفه ان انا بضحك وبمشي على رجليا، لكن لا يا فريد أنا عايزة أتسند عليك يا ابني.
صباح الخير يا دكتور. انت عايز ايه يا ياسين؟ عايز تخرب الشركه؟ مش هيحصل. اوعى تفتكر ان شويه الورق اللي انت قاعد تهددنا بيهم كل شويه ولا اتفاقك مع منصور ده هينفع. انت مجنون. انت ولا دكتور ولا تنفع تمسك مؤسسه زي دي. انت بتفهم في ايه اصلا؟ انا افهم ان استحاله اموت بني ادمين والمفروض ان اسمي بعالجه، مش كده؟ كده احنا ملناش دعوه بالكلام ده. انت مش هتضحك علينا زي ما ضحكت على منصور. على فكره انا عاجبني خيالكوا قوي قوي بصراحه، بس محدش فيكوا فاهم انا عايز ايه، انما انا عارف انتوا عايزين ايه. انتوا عايزين تطمنوا على روحكم، تروح تلاقي بيتك، لو زهقت تلاقي الشاليه بتاعك موجود، فلوسك في البنك، عيالك في المدرسه، عربيتك، اطمنوا كل ده هيفضل زي ما هو. بس انا بقول لكم اهو، اللي هيكون في صفي مش هيخسر ابدا، بالعكس هيكسب وهيكسب كتير. منصور وافق وصلته لبروفيت، رجع في كلامه اتسجن. انا احسن حاجه حصلت في حياتكم. انا قاعد، انتوا اللي خافوا على كراسيكم، دي فرصه ما تضيعوهاش. شكلنا كده اتفقنا. شكرا. إن صفحة الداء والدواء قد طواها الأمير، وضعها وراءه كماضي من الظلال، وهو في طريقه لمملكته الثانية. الصوت والصورة، مملكة كل ما تراه من عين، حقائق زائفة، كل ما تسمعه من أصوات، كذب وافتراء. شعب من العالم تحكمه رايات المصالح، وإعلام يضع الحروب من أجل أسواق الأسلحة، والملك وحده المستفيد. أيها الأمير ادخل. صباح الخير. صباح النور. البقاء لله. لما جالي الخبر أنا كنت مش في مصر. ولا يهمك، تفضلي تشربي ايه؟ لا متشكرة جدا، مش عايزة أخرك خالص. أنا بصراحة كنت مستنية أنك تيجي تزوريني تاني زي ما اتفقنا، بس ده ما حصلش. قلت أكيد حصل خلاف بينك وبين أحمد. لا ابدا، انا فعلا كنت ناويه اجي ازورك. قوي قوي، تشرفيني في اي وقت. قولي لي يا امينه، مفيش اخبار عن منصور المليجي ولا عمله؟ لا مفيش. انا سمعت كمان ان بروفيت طرف في الموضوع وانه هيأجلوا نزوله السوق. سمعت كمان ان احمد كان بيعمل الدواء عن طريق العيانين في المستشفى. انا اسفه، مش قصدي اضايقك. لا مفيش داعي للاسف، الحقيقه ملهاش اعذار. وعموما الله يرحمه، واذا كان على منصور المليجي كفاية عليه قوي اللي هو فيه. ده حقيقي. انا سمعت كمان ان اكسنت اتنقلت فجأة وبقدرة قادر لياسين كامل. ياسين؟ هو حضرتك تعرفي ياسين؟ مش قوي، اتقابلنا من سنين في باريس، كان بيدرس حقوق هناك وكان بيشتغل في كافيتيريا، كنت انا وجوزي بنروحها كتير. تعرفنا عليه هناك وجوزي حكالي قصته اللي هي اهله اتسرق فلوسهم وان منصور المليجي هو اللي سرقهم، مش كده؟ منصور؟ لا، القصة مش كده بالظبط. ياسين كامل عيلة والده ووالدته كانوا من البشوات، كان ليهم علاقة قوية جدا بالقصر هنا، وكمان كان فيه صلة نسب، وكان عندهم أراضي وفدادين ومزارع بتاعتهم وقصور كبيرة كمان، بس مش عيلة المليجي كانت هي السبب. يمكن أعتقد عيلة ياسين كامل في الوقت ده اتأذوا جامد جدا في الخمسينيات والستينيات على إيد محمد علام. محمد علام أبو حسين علام اللي بيشتغل في الميديا، جده مش أبوه. ولو انتي مهتمة فعلا بالموضوع ده، انا ممكن اجيبلك جرايد ومجلات قد كده، اصل عادل جوزي غاوي الموضوع ده من زمان، فاعتبريها هدية مني ليكي. يا ريت، احب ابص عليه. كده يبقى انا خلاص اخدت منك ميعاد، يبقى كده في زيارة تانية بيننا وبين بعض. هجيبلك الحاجات دي هدية مني ليكي، بتقعدي بتشوفي الحاجات دي. متشكرة، واعتبري ده وعد. قولي لي يا امينة، ايه اخبار سلمى؟ كويس، عند جدتها. امينة، انا عارفة ان احنا ما نعرفش بعض قوي، ان حتى اقترح عليكي حاجه زي دي، بس انا شايفه ان انتي ممكن تقربي لسلمى اكتر الفتره اللي جايه. ليه بتقولي كده؟ ساعات في مواقف بتحصل في حياتنا جايز يكون موقف صعب، بس بعد كده يمكن بنكتشف ان الموقف ده شايل لنا حاجه احسن. مش عارفه ليه عندي احساس ان في رابط بينك وبين سلمى انتي مش واخده بالك منه.
وبقاء لله مرة تانية. شكرا، مع السلامة. معلش يا ستي، نبقى نتغدى معاها يوم تاني. طيب معلش، وبعدين انت عارفه هي ست تعبانه وظروف وكده. طيب نقفل، هبقى اكلمك بعدين. اوكي طيب معلش، ماشي، باي باي. والدتك لسه تعبانه؟ لسه تعبانه، مش عايزه تنسى بس يعني. وبعدين مش عايزه تقعد مع حد، وكل ما اتكلم معاها تقولي انت ما عندكش احساس. انا بس اللي مضايقني ان المشكله النفسيه دي لو طولت اكتر من كده العلاج هيطول. وهي رافضه طبعا موضوع المستشفى ده خالص. عايز تقعد مع سلمى. انا صحيح خلصت التحقيق بتاع النيابه. وبعدين؟ احمد بقى الله يرحمه لبس كل حاجه. انا لبست اخويا ياسين. انا اسف يا فريد، اسف. فريد دي عينه الدم بتاعت رضا. حسب تقديرك كده احنا قدامنا قد ايه عشان نوصل للعلاج؟ مش متاكد، بس لازم نشتغل بسرعه. الناس فعلا في المستشفى حالتها بقت سيئه جدا. طيب انا متاكد انك انت هتعرف تتصرف. انا عندي مواعيد بره، اشوفك بعدين. طب ياسين انا بس عايز اغير مكان الشغل هنا، عايز ارجع لمستشفى تاني. ليه يا فريد؟ على حد علمي ان المعامل هنا احسن. عايز بس ابقى في وسط الناس وزمايلي اللي متعود اشتغل معاهم، يعني في مكتبي هيبقى احسن. ماشي ماشي، انا هنقل كل حاجتك هناك. حاجه تانية؟ مية مية. سلام سلام.